ممثل سوري مجتهد حبوه الناس من الجيل الشاب بسوريا الأوفياء للمهنة. هذا المجال أنا ما عم بفهمه. ممثل لبناني صريح عاندته الحياة. وليش أنا بعد نعيش؟ لو كان عندي الشجاعة أنا ما كنت موجود هون. أنت دمرت وانتهيت. فيك تقول هيك. مين يلي دمرك؟ هيقولوا شو بو هذا جاني. فرصه صعبة. تيجي على موسم رمضاني فجأة بتلاقي بطل تاني موسم اختفى. صوم. فيك تسميها هيك. حياة كلها إذا ما فيها تمثيل ما بتقول. طب مين قال إنه سعادتك بالتمثيل؟ أنا قلت. شو أحسن؟ ما أكيد مقهورة تمثيلي بيعني لك أكثر من همك؟ أكيد فضلوا على أمي، فضلوا على الله، فضلوا على كل شيء. صارت مرة واحدة مع مثل يمكن لأنه هو كان جديد يعني. أكيد لبنان لا سوري والدراما السورية بتحترم حالها. اللبنانية ما بتحترم حالها؟ ما بتحترم حالها وما بتحترم ممثلين. الممثلين السوريين محترفين أكثر من اللبنانيين. الممثل السوري بيشتغل حاله أكثر. شوفوني شرير تاجر مخدرات المطار بتلاقيهم كلهم خلص ما معك شيء كذا. جربت مخدرات بحياتي صار خلص جوليان فرحات صرت سموح زعيته. مين الجدير؟ حبيبي ما فيني احكي بهذا الموضوع. اذا شخص ملتزم دينيا انه انا ما لازم نام مع هالانسان الا بعد الزواج فبتعيش معه بنفس البيت وتتفقوا ما يكون في سكس بيناتكم. ليك هذا الشيء اللي حكيته هلا انا ما حدا بيعرف حيتفاجئوا كلهم شاكين. الممثله مهمه اختبرت هذا الشيء اون سيت مع واحد مع ممثل عم بتحس بقعد جسمه يعني خلينا ساكتين. ينقال عنك مشكلجي. كل ما يجرب يعمل اي شيء ليطلع من هالحبس الانفرادي طلقته الحياه تعال تعال عليك ايه طاقتك تطلع تعال عليك تطلع اكثر تطلع عليك وبام عم بعليك لقشمه. بتشوفه اليوم نجم سوريا الاول؟ انا الادوار اللي اشتغلها بمصر يعني لبنان ما اضاف برايك؟ عمل له انتشار بس كفنيا ما رح اقول شو قلت بس طلعت على السوشيال ميديا بلشت شرحت فيهم شركة الصباح. مين الممثل اللي ما بتحبك؟ أنا ما بعتبرها ممثلة سوري. مين؟ صوتها مثل الفارة. هاي أنا هلا بدي أعصب منك ما بحبك أنا ما بحبك أبدا. ضيوف البوصلة رح تجمعهم طاولة الحقيقة.